بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المرة اللي فاتت يا شباب كنا توقفنا إن إحنا عملنا الكاميرات بتاعتنا، عملنا التسليح بتاعتها سواء بالطريقة العادية أو بطريقة الإكستنشن من البرنامج، من الإكستنشن اللي إحنا ضفناها للبرنامج مباشرة. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم على السقف بتاعنا، وعايزين نتكلم على الأعمدة بتاعتنا بالتفصيل إن شاء الله، سواء من على البرنامج أو من الإكستنشن. بس عايز اوضح حاجه بس للناس اللي متابعه معانا من البدايه، ان اللي احنا غيرنا المودلز مش ده الموديل اللي احنا بنتكلم عليه من البدايه، عشان بس كان حصل شويه مشاكل، فالناس اللي بتتابع هتحس ان في اختلاف ما بين الموديل اللي هو متابع عليه من اول محاضره لعام تاسع محاضره، ولا 10 وال 11 مختلفين خالص عن دول. فاحنا نيجي نقف مثلا في اي ليفل كده يا شباب عشان نبدا نعمل عمود زي ده كده، عايزين نعمل التسليح بتاع العمود ده. ممكن تعمل التسليح يا باشمهندسين زي ما قلنا بطريقتين، يا اما بالاكستنشن العاديه، بالاكستنشن من قائمه اكستنشن تختار العمود وتيجي على رينفورسمنت تختار كولم هيبدا يصلح لك العمود دي، وهناخدها ان شاء الله منفصله لوحدها. او تيجي من استراكشر الرينفورسمنت، البانل اللي اسمها رينفورسمنت، واجيب ريبر. ما اجيب ريبر هنا يا باشمهندسين، انا هشوف بقى انا واقف بليسمنت بلان، انا واقف بارل تو ولا عمودي على. واهو لو جينا هنا كده اول ما بتفتح المفروض يفضل هنا كده بارل تو ذا ورك بلان، بارل تو ذا ورك بلان. لو انا عايز اعمل الكنه بتاعتي، لو زومت شويه كده يا باشمهندسين هتلاقي حدود الكنه بتاعتي، ده الكفر بتاعي اهو، ده حدود الكفر بتاعي. فانا هحاول اختار الكنه بتاعتي، لو الكنه بتاعتي مش موجوده دي الكنه بتاعتي اهي، لو الكنه بتاعتي مش موجوده ببدا اعمل لها لود شيب وادخل المكتبه زي ما شفنا المره اللي فاتت. طيب نبدا نختار الكنه بتاعتنا ونيجي نقف كده ببساطه خالص. طب انا عايز هنا اول سؤال بساله لنفسي ايه شكل الريبر شيب بتاع الكنه بتاعي، فبختار من هنا الكنه بتاعتي. تاني سؤال بساله لنفسي هو الريبر بار حجم البار بتاعي ده ايه يا شباب، فبختار من هنا فاي 8، ابدا اختار من هنا الفاي 8 بتاعتي، هتلاقي الكنه بتاعتي اتغيرت. تالت سؤال يا شباب بساله لنفسي القفل الكنه ده انا عايز احطه فين، فلو ضغطت بالمسطره قفل الكنه بيبدا يتحرك في الاركان بتاعتك لعند ما يوصل عندك للركن اللي انت عايزه اهو. طيب وبعد كده اضغط كده، انا رسمت الموازي بتاعي، كده انا رسمت الموازي بتاعي. فانا عايز ارسم العمود اللي هي الاسياخ الرأسية بتاعتي، فهاجي بربنديكولار تو ذا كفر، هتلاقي ان انا برسم اهو السيخ عمودي عليه، فهجيب البار شيب بتاعي وابدا ارسم البار شيب. برضو جبت البار شيب، طبعا ده في الاتجاه العمودي، لازم اشوف الديامتر بتاعه. طب نشوف الديامتر بتاعنا هيطلع كام يا شباب، وليكن فاي 16 مثلا، فاي 16، وابدا احط السيخ بتاعنا ببساطه خالص اهو، ده السيخ هنا والسيخ التاني هنا كده. ممكن يا شباب ان احنا نعمل الناحيه التانيه، او ممكن نعمل بالميرور، او ممكن نعمل باي طريقه احنا عايزينها. ممكن نسحب كده زي ما انت شايف الدايمنشن قدامي عماله تزيد اهي، وليكن مثلا ببساطه خالص احط انا في نص العمود هنا كده، واحط في نص العمود الناحيه التانيه، وممكن اخد دول كده اخدهم اختارهم كده كليك يمين من الشمال لليمين كده زي ما خدنا في الويندو الكروس، وممكن نعمل لهم ميرور، اختار بيك اكس ولا درو اكس. لا انا هرسم انا الاكس هنا لان هو مش موجود، هختار النص ده كده وابدا اقول له اوكي. رسم لي القطر بتاعي، لو انا عايز انزل ده تحت كده ام في من الكيبورد او موف من الموديفاي، وابدا اسحبه تحت شويه كده يا شباب. دي كده ببساطه خالص يا باشمهندسين لو احنا عايزين نرسم عمود بالتسليح بتاعه شويه. تمام كده، لو جينا نجيب ال3 دي بتاعنا عشان نبدا نشوف العمود بتاعنا ده اترسم ولا لا، طبعا هو بيظهر في الواير فريم. لو جينا نبص هنلاقي العمود بتاعنا اترسم يا شباب، بس احنا عندنا مشكله. ايه المشكله دي يا باشمهندس؟ عندنا المشكله الاسياخ الرئيسيه اترسمت لكن الكنات بتاعتي ما اترسمتش. زي ما قلنا في الكاميرات بالظبط، هنيجي من اللي اوت هنا او الريبر ست، الريبر ست يا باشمهندسين اهي، او ممكن نيجي من الريبر ست هنا ونبدا نحدد العدد اللي احنا عايزينه. طيب العدد اللي احنا عايزينه قلنا من اللي اوت رول، ممكن نختار بقى فيكسد نمبر لو انت عارف العدد بتاعك بالظبط، او لو انت مش عارف العدد اديله الماكسيمم سبيسنج او المينيمم سبيسنج. وليكن الماكسيمم سبيسنج انا عايز المسافه بين الكنات مثلا وبعضها وليكن 15 سم مثلا، يبقى 150 مللي. هيبدا هو يحسب لي عدد الكنات ويوزعهم في العمود زي ما انتم شايفين كده يا باشمهندسين. قلنا برضو المره اللي فاتت لو انا عايز اظهره في الرياليستيك او عايز اظهره في الحاجات ديت، ممكن اختار كله، اختار كله كده، اختار التسليح بتاعي بس كده واحاول اظهره، او ممكن اجي اقف في البلان بتاعي بحيث ان انا اختار التسليح بس. لما اختار التسليح هاجي في جي من الكيبورد او من البروبرتيز بتاعتي فيزابيلتي جرافيكس، اضغط على اديت هنا واقول له في ال 3 دي اظهره لي، اقول له اوكي كده هيظهر معايا في ال 3 دي باي شكل من الاشكال. لو انا جبت الرياليستيك بتاعي وجبت ال 3 دي بتاعي هيبدا يظهر لي العمود، لو جبت هنا الرياليستيك او
الشيدد بتاعي ادى العمود بالشكل بتاعه وجميع التفاصيل بتاعته يا باشمهندسين. طبعا عايزين نقول حته كويسه كمان يا باشمهندسين، لو احنا وقفنا على العمود بتاعنا ده، لو احنا وقفنا على العمود بتاعنا ده بعد ما عملنا التسليح بتاعنا وخلصناه كده يا باشمهندسين، بعد ما عملنا التسليح بتاعنا وخلصناه، عايز اجيب الكوانتيتي بتاعت الحديد دي، عايز اجيب الكوانتيتي بتاعت الحديد. بمجرد ان انا ضغطت على الكنات بس يا باشمهندسين، هاجي هنا في البروبرتيز هيقول لي انا عايز الرينفورسمنت فوليوم، انا مختار طبعا الكنات بس، انا مختار الكنات بس، فقال لي انا عايز كذا سنتيمتر مكعب من التسليح، وجاب لي البار لينث كل كان من دي طولها كام، وجاب لي التوتال بار لينث اللي هو ضرب عدد الكنات في الطول، فعمل لي حصر الكميات سريع جدا. وان كان طبعا الحاجات دي كلها هنطلعها في تيبلز بعد كده. بكده يا باشمهندسين نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ان احنا عملنا عمود عن طريق الرسم على البرنامج التسليح مباشرة. وانا استكمل المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.